الرئيس السيسي يؤكد محورية العلاقات مع شركتي أباتشي الأمريكية وبريتش بتروليوم البريطانية في البحث والاستكشاف عن الغاز والبترول. الرئيس السيسي يؤكد أن مصر أنفقت 400 مليار دولار لتطوير البنية التحتية ويدعو إلى تحرك دولي لدعم الاستثمار في إفريقيا. جونسون يحذر بوتين من المضي نحو الهاوية، وموسكو تنذر باستهداف أي سفن أجنبية تدخل المياه الإقليمية. الثالثة عصراً الواحدة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية تأتيكم من القاهرة. مرحبا بكم. بداية هذه النشرة ستكون مع زميلتي إنجي طاهر. إليك إنجي. أهلا بك دعاء. أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم مصر وترحيبها بتطوير علاقات التعاون المشترك مع شركة بريتش بتروليوم البريطانية نظرا للتاريخ الممتد للشركة ولسوابق نشاطها في مصر، وهو ما من شأنه أن يعزز من مساعي مصر لتصبح مركزا لتداول الطاقة في المنطقة. كذلك خلال استقبال الرئيس السيسي للرئيس التنفيذي للشركة البريطانية على هامش انعقاد معرض مصر الدولي للبترول إيجيبس، حيث صرح المتحدث باسم رئيسة الجمهورية بأن اللقاء تناول بحث تطوير التعاون المشترك مع شركة بريتش بتروليوم التي تعد من أكبر منتجي النفط في مصر، فضلا عن استعراض موقف أعمال الشركة القائمة وخططها الاستثمارية المستهدفة خلال السنوات القادمة في مجالات البحث والاستكشاف للبترول في مصر. هذا ووجه الرئيس السيسي بمواصلة التنسيق والتعاون مع الشركة البريطانية وتدليل أي عقبات قد تواجه أعمالها بهدف الاستمرار في تعزيز جهود أبحاث واكتشاف وإنتاج البترول في مصر. من جهته أشاد الرئيس التنفيذي لشركة بريتش بتروليوم بالقيادة الحكيمة والرؤية الطموحة للرئيس السيسي والتي قادت مصر لتصبح نموذجا تنمويا واقتصاديا ناجحا على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدا أن مصر تأتي في مقدمة الدول التي توليها الشركة البريطانية اهتماما بتطوير الاستثمار فيها في ضوء المناخ الاستثماري الإيجابي في البلاد. هذا بالإضافة إلى ما يتمتع به قطاع الطاقة في مصر من فرص واعدة. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدير مصر لحجم وأنشطة واستثمارات شركة أباتشي الأمريكية في مصر، والتي تسهم بشكل كبير في عمليات الاستكشاف والإنتاج للغاز والبترول، بما يدعم هذا القطاع بصورة محورية ويساهم في جهود تحول مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وتداول الطاقة في شرق البحر المتوسط. جاء ذلك خلال استقباله لجون كريستمان رئيس مجلس إدارة شركة أباتشي الأمريكية المتخصصة في مجال بحث واستكشاف البترول. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أكد تطلع مصر لتعزيز أنشطة شركة أباتشي واستثماراتها في مصر، سعيا لزيادة الاستكشافات في مجال الغاز والبترول ولتعظيم استفادة الدولة من مواردها الكامنة لصالح الأجيال الحالية والقادمة، وذلك في إطار عمق علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة في جميع المجالات. من جانبه أكد رئيس شركة أباتشي على محورية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والشركة وحرص الجانب الأمريكي على ترسيخها وتطويرها، ومشيدا بما حققته مصر تحت قيادة الرئيس السيسي على صعيد النمو الاقتصادي والطفرة التنموية الملموسة التي تشهدها البلاد، بما انعكس على التطور اللافت في مجال الطاقة وتنوع مصادرها، وكذلك في مستوى البنية التحتية للدولة بوجه عام ولقطاع البترول والغاز بوجه خاص. هذا بالإضافة إلى مشروعات التعاون الإقليمي الجارية للربط ونقل وإسالة الغاز. افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجيبس 2022 في دورته الخامسة. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن المعرض يحظى بمشاركة دولية ومحلية واسعة من وزراء البترول والطاقة ورؤساء الشركات العالمية والمحلية والمنظمات الدولية للبترول والغاز، بالإضافة إلى خبراء الصناعة البترولية، مؤكداً أنه أكبر وأهم تجمع دولي وإقليمي لصناعة البترول والغاز في منطقتي شمال أفريقيا والبحر المتوسط. أكد الرئيس السيسي أن القارة الإفريقية أقل قارات العالم تقدماً وأن تطور البنية الأساسية بها يحتاج إلى استثمارات ضخمة. أضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في جلسة حوارية على هامش مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجيبس 2022
أضاف أن مصر قامت خلال السنوات السبع الماضية بمشروعات بنية تحتية تكلفت 400 مليار دولار، وأشار إلى أن مبادرة حياة كريمة والتي تستهدف تطوير الأوضاع المعيشية للريف المصري تتكلف حوالي 40 مليار دولار. أفريقيا لأسباب تاريخية كانت دايما متأخرة، ولما وصلت لمرحلة يعني التقدم الإنساني اللي حصل في العالم كله كان دايما في أفريقيا، وإحنا جزء منها كنا دايما متأخرين، وبالتالي التمن ده مش ممكن هنفضل كدول إفريقية نفضل ندفعه. مش معقول إن يكون إحنا ندفع هذا التمن كدول إفريقية، تدفع تمن الآثار اللي كانت نجمت عن الفترة اللي كان فيها تواجد استعماري في القارة واستغلال مواردها لسنوات طويلة جدا، وبالتالي القارة بقت يعني بمنتهى التواضع كده هي أقل قارات العالم تقريبا تقدما، وأكثر قارات العالم يمكن في محدودية دخلها، وحجم الفقر والجهل والتخلف اللي موجود حجم ضخم جدا. أنا مش هتكلم بالمسار اللي انتوا كلمتوا فيه بالظبط، يعني الدكتورة أماني كلمت على أن في نص سكان القارة ما عندهمش طاقة، وفي 400 ألف بيموتوا نتيجة استخدام الخشب ومواد أولية جدا جدا في الإشعال. تفتكروا دول زي كده تفتكروا هي تستطيع أن تتعامل مع مطالب الطاقة الجديدة والمتجددة؟ وأحديكم مثال، إحنا في مصر لما كلمنا خلال سبع سنوات اللي فاتوا دول قمنا بمشروعات للبنية الأساسية اتكلفت 400 مليار دولار، وحياة كريمة اللي ذكرت دلوقتي سواء من الدكتور طارق أو من الدكتورة أماني ده هتكلفنا 40 مليار دولار. وأعرب الرئيس السيسي عن تطلعه بأن يخرج مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كوب 27 والمقرر يعقده في شرم الشيخ نهاية العام الجاري بقرارات موضوعية ومتوازنة وعادلة حتى لا يتحمل الأفارقة نتائج الظروف التي مروا بها مرة أخرى. عشان نتكلم على إفريقيا فيما يخص مؤتمر المناخ القادم، أنت سألت سؤال مهم قوي في الآخر، قلت أنت بتتوقع أو تتمنى المؤتمر يخرج بإيه؟ فهو قال أنا بضيف بقول قرارات موضوعية متوازنة وعادلة حتى لا يدفع الأفارقة مرتين فاتورة الظروف اللي مروا بيها. ما ينفعش البنية الأساسية للقارة الإفريقية عشان تتعمل، وأنا هنا بتكلم عن تجربة مصرية خالصة خلال السبع سنين اللي فاتوا عشان توصل لحالة الرضا اللي تديها للمواطن في مصر. أنا بتكلم صرفنا ما يقرب من 400 مليار دولار. بالمناسبة في أي وقت من الأوقات كنا بنحاول نعمل إصلاح اقتصادي حقيقي كان المواطن المصري ما عندوش استعداد يتجاوب معنا، لكن لما وجد النتائج والآثار بتاعة البنية اللي أنا بتكلم عليها دي تحمل آثار اقتصادية صعبة، بس هو شاف ده على الواقع قدامه ونتائجه. أوضح الرئيس السيسي أنه لأسباب أخلاقية واقتصادية واجتماعية يجب إعطاء إفريقيا فترة انتقالية أطول ودعم قدراتها حتى يتسنى لها أن تصبح سوقا غنيا يستطيع شراء منتجات دول العالم. إحنا مع أشقائنا في إفريقيا، وأرجو أن شركات البترول اللي موجودة معانا والغاز اللي موجودة معانا توصل صوتنا كمان من دلوقتي وتتحدث باسمنا لأسباب إنسانية ولأسباب أخلاقية ولأسباب اقتصادية. إحنا بنتكلم بنقول النهاردة أن أكتر من 50 دولة إفريقية تفتكر أن هي جاهزة لتنفيذ التزامات الطاقة الجديدة والمتجددة خلال 20-30 سنة القادمة؟ ده أرجو أن أنتوا تتابعوا حالة عدم الاستقرار اللي موجود في قارتنا وحالة وتنامي الإرهاب والتطرف اللي موجود في قارتنا. ده ناجم عن إيه؟ ده ناجم عن قدرات محدودة. ده محتاج مننا أن احنا ننظر لإفريقيا مش فقط من احنا نعطي فترة انتقالية أكبر للقارة الإفريقية، لا،
احنا المفروض ان احنا بقول تاني لاسباب اخلاقيه وانسانيه واقتصاديه. حد يقول لي اقتصاديه انك انت تدعم تقوي قدره القاره الافريقيه؟ اقول لك ايوه، انت هتحول سوق افريقي في مليار وخلال ال 20 30 سنه القادمين هيصل الى مليار ونص، مليار و500 مليون، من اكبر القارات في هتبقى من اكبر القارات اللي فيها نسبه السكان بعد اسيا. انت هتحولهم الى سوق غني يقدر يشتري منتجات العالم الصناعي اللي موجود دلوقتي. احنا سوق صحيح، بس سوقنا مش غني، لان احنا قدراتنا كدول قدرات متواضعه. فانا النهارده لو انا جيت كشركات بترول، هو البترول والغاز يساوي ايه؟ يساوي المال. طب انت بتحرمني من المال المتاح ليا دلوقتي في ارضي، بعد انت يا يعني ما خدت الكلام ده على مدار الخمسين ستين سبعين سنة اللي فاتوا وتغنيت انت، وانا زي ما انا، انا زي ما انا مين يعني؟ انا الدول الافريقية، انا زي ما انا فقير. لما جات ان بقى في فرصة عندي بتقولي لا ما تطلعش بقى. طب ما تطلعش ايه؟ لا، عايزين تقولوا ان احنا يبقى الامر ده كده، اذا الغني يطلع يدي الفقير. وخلال افتتاح المؤتمر أشار وزير البترول طارق الملا إلى أن صادرات قطاع البترول ارتفعت في 2021 إلى نحو 13 مليار دولار، بالإضافة إلى تحقيق فائض في الميزان التجاري البترولي بدءا من 2020، حيث بلغ الفائض عام 2021 حوالي مليارين و900 مليون دولار. ويعد من أبرز الإنجازات خلال العامين الماضيين 2020 و2021 ارتفاع صادرات قطاع البترول المصري خلال عام 2021 بنسبة 85% لتصل إلى حوالي 13 مليار دولار، تحقيق فائض في الميزان التجاري البترولي بدءا من عام 2020 لأول مرة بعد سنوات من تحقيق عجز، حيث بلغ الفائض عام 2021 حوالي 2.9 مليار دولار. نجح قطاع البترول في توقيع 37 اتفاقية بترولية مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز باستثمارات حدها الأدنى يصل إلى 8.1 مليار دولار، وتمكننا من جذب عدد من الشركات البترولية العالمية الكبرى لأول مرة في مجال البحث والاستكشاف. استمرت معدلات توصيل الغاز الطبيعي عند مستوى حوالي 1.2 مليون وحدة سكنية سنوياً للعام الثالث على التوالي بالرغم من الجائحة، حيث وصل إجمالي عدد الوحدات السكنية التي تعمل بالغاز الطبيعي حالياً أكثر من 13 مليون وحدة، وتصل إلى 13.5 مليون وحدة في يونيو القادم، تخدم 57 مليون مواطن، مما يرفع العبء عن الدولة في توفير 250 مليون أسطوانة بوتاجاز سنوياً، بما يؤدي لتوفير دعم يقدر بحوالي 20 مليار جنيه سنوياً. أكد الرئيس التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فتح بيرال أن مصر حققت خلال السنوات الماضية تقدما في مجال الطاقة بشكل مبهر، وحققت فائضا من الكهرباء، وهما أدى إلى جذب المزيد من الاستثمارات. وخلال كلمته بمؤتمر ومعرض مصر الدولي لبترول إيجيبس 2022 بحضور الرئيس السيسي، أعرب بيرال عن تطلعه لانضمام مصر إلى وكالة الطاقة الدولية كعضو مشارك. وعندما ننظر إلى ما حققته مصر خلال السنوات الماضية فإنه أمر مهم وبارز ومبهر، بداية من الاستفادة من أصول الغاز والتحول إلى سوق الكهرباء والذي استطاعت أن تحقق فائض بعد العجز، وإحداث هذا الفارق في مجال الطاقة الشمسية وزيادة الدعم، ما أدى إلى جذب كميات هائلة من الاستثمارات من المؤسسات المالية ورأس المال الخاص، كلها قصص نجاح رائعة حققها القطاع الكهربائي في مصر. ولكن في نفس الوقت إن إحدى التحديات الفارقة لعالمنا اليوم هو المناخ وتغير المناخ،
وقد اختيرت مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف 27 ممثلة إفريقيا، وهي مسؤولية كبيرة، وأنا متأكد أن مصر سوف تقوم بها وتنجزها بنجاح. من جانبها أكدت مفوضة الاتحاد الأفريقي للبنية التحتية والطاقة أماني أبو زيد أن مصر تمتلك خبرات رائعة في مجال الصناعات البتروكيماوية، مشيدة بمبادرة حياة كريمة ومؤكدة أنها تمثل نقلة نوعية لاهتمام بالريف في القارة الأفريقية وتشكل نموذجا يحتذى به في تطوير الريف والاهتمام به. الفروق في القارة ليست فقط ما بين الدول وبعضها، ولكن بين الريف والحضر، حيث بنجد أن الريف نسب فيه أقل تأثير، يعني أقل بشكل فظيع، فلا بد أن أشيد بمشروع حياة كريمة في مصر. كون إنه يعني نجد، أنا شفت على الشاشة من شوية إن الغاز الطبيعي، وأنا عارفة إنه وقرأت تعليمات السيد الرئيس إنه الغاز الطبيعي الأولوية للمناطق الريفية، ده حدث لابد أن نتحدث عنه كثيرا، زي ما بنتحدث على بنبان وهي محطة رائعة وضخمة، ولابد أن نتحدث عنها كثيرا. ونتحدث أيضا عن دور القطاع الخاص، وأنه أسعد أنه في محطة بنبان عدد كبير من القطاع الخاص اشترك، وعدد كبير من هذه الشركات تقود سيدة، فأيضا المرأة في الطاقة من خلال هذا المشروع كانت دفعة قوية. والريف في القارة الإفريقية ثلاث أولويات: الماء، الطاقة، الربط الرقمي، والثلاثة بيعملهم مشروع حياة كريمة، فهي يعني الحقيقة نقلة نوعية أيضا للاهتمام بالريف في القارة. وللمزيد من التفاصيل والمتابعة ينضم إلينا الآن مراسل أكسترا نيوز عوض الغنم. عوض، بالتأكيد أن لديك الكثير من التفاصيل عن هذا المؤتمر والمعرض، معرض إيجيبس 2022. نعم دعاء، ربما الجديد هو بدء سلسلة ندوات ولقاءات حوارية الآن بدأت منذ نحو ساعتين. الجلسة الثانية انطلقت منذ قليل وهي بشأن الطاقة المتجددة، ويحاضر فيها أهم المتحدثين وزراء أو مسؤول الطاقة في كل من مصر والأردن والإمارات واليونان. استعرض باستفاضة وزير البترول المصرية حول تجربة مصر في أمر الطاقة المتجددة بأنها ما عادت من الرفاهية، حتى مرتبطة بالاقتصاد العالمي، وعدد كبير من الدول نهجت هذا النهج، لكن مصر كان لديها رؤية سباقة في إطار الاستراتيجية المصرية الخاصة بالطاقة 2035، والتي تتقاطع أيضا مع رؤية الأمم المتحدة 2030، متحدثا على أن هذه الاستراتيجية لديها عدة عوامل أو ارتكازات تعتمد عليها بشكل مباشر: الاعتماد على الطاقة النظيفة متمثلة بالغاز، ومصر قطعت شوطا كبيرا في هذا الاتجاه، سواء بعملية الإحلال التي تتم بالسيارات والطاقة النظيفة التي تعمل بها من خلال منظومة واستراتيجية خاصة بالسيارات الكهربية، توصيل الغاز إلى المنازل، والذي وفر من ميزانية الدولة المصرية نحو 20 مليار جنيه. أيضا طاقة الرياح والطاقة الكهربية، وخاصة أن مصر احتلت مركزا مرموقا في هذا الاتجاه، وباتت مركزا مهما للطاقة، سواء في الاستراتيجية الخاصة بنقل الطاقة إلى خارج الحدود الجغرافية المصرية من خلال الخط المصري السعودي، المصري السوداني، المصري حتى مع اليونان، والوصول إن شاء الله إلى أوروبا. وأكد جموع المتحدثين في هذه الندوة على أهمية الاعتماد على الطاقة المتجددة مستقبلا، وفي ضوء ذلك يأتي أهمية المؤتمر الذي ستستضيفه مصر قبل مغادرة هذا العام الخاص بالمناخ. وبالمناسبة دعاء، هناك أكثر من ندوة خاصة بهذا المؤتمر، هو ما يجعل هذا المؤتمر ربما مغيرا ومختلفا عن المؤتمرات السابقة، بالإضافة أيضا إلى أهمية حضور سيادة الرئيس وتشريفه لهذا المؤتمر وافتتاحه لكل المؤتمرات السابقة، أعطى ثقة كبيرة للمستثمرين في مجال صناعة الطاقة لحضور هذا المؤتمر. تحدث نحو 26 ألف مشاركا، عشرات من الندوات، تقريبا 73 ندوة حوارية على مدار 3 أيام يستضيفها هذا المؤتمر الدولي المهم للغاية، بالإضافة إلى معرض تشارك فيه نحو 450 شركة محلية وعالمية بإسهامات كبيرة، بالإضافة إلى شخصيات مهمة على المستوى الدولي. نتحدث عن القيادات في الأوبك وفي الأوبك وفي منظمة الطاقة العالمية في الاتحاد الأوروبي، نتحدث عن نحو 11 وزيرا للطاقة من دول عدة غير الاستوائية، من السنغال، من نيجيريا، بالإضافة إلى اليمن وجيبوتي واليونان وقبرص، بالإضافة إلى الإمارات والأردن. زخم كبير على مدار 3 أيام. ربما الندوة الأخيرة التي ما زالت مستمرة حتى الآن هي خاصة بالطاقة المتجددة وتأثير ذلك وارتباط ذلك بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي. تفضل. نعم. دعاء،
عوض الغنام مراسل اكسترا نيوز، جزيل الشكر لك. أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن العلاقات السياسية بين مصر والبحرين تعكس عمقا خاصا ينعكس بدوره على العلاقات بين الشعبين الشقيقين. تصريحات رئيس مجلس النواب جاءت خلال لقائه الأمير سلمان بن حمد ولي العهد البحريني على هامش زيارته على رأس وفد برلماني إلى العاصمة المنامة. من جانبه أكد ولي العهد البحريني أن العلاقات بين البلدين تتمتع بوضعية متفردة في ضوء التنسيق المصري البحريني على كافة الأصعدة والمستويات وإزاء مختلف القضايا التي تهم كلا البلدين الشقيقين. أعلن مستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ أعلن رفع الجلسة العامة للمجلس على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 27 من فبراير الجاري. جاء ذلك بعد أن شهدت الجلسة إحالة مناقشات الجلسة بشأن سياسات الحكومة لتعميق التصنيع المحلي وتنمية الصادرات المصرية للجنة الصناعة، وذلك لدراستها وإعداد تقرير بشأنها. كما أحال المجلس 7 تقارير للجان النوعية للمجلس عن اقتراحات برغبة وطلبات مقدمة من النواب إلى الحكومة لاتخاذ ما يلزم بشأنها. أشاد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي بالتعاون والتنسيق التام بين الحكومة والبرلمان بغرفتيه في ظل ظروف وتحديات غير مسبوقة. كان مجلس الوزراء قد قدم تقريرا مفصلا لمجلسي النواب والشيوخ حول تقدم أعمال برنامج الحكومة خلال الفترة من يوليو 2018 وحتى يونيو 2021، حيث أشار مدبولي إلى أن التقرير يتضمن 5 أهداف استراتيجية تتمثل في حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية وبناء الإنسان المصري، وكذلك التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي والنهوض بمستويات التشغيل وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري. هذا إلى جانب جهود الحكومة في مواجهة جائحة كورونا. عقد وزير الخارجية سامح شكري الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، عقد اجتماع مع باتريسيا إسبينوزا الأمينة التنفيذية للاتفاقية، وذلك خلال زيارة الحالية إلى مدينة بون الألمانية. أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن اللقاء يأتي في إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر لمؤتمر كوب 27 وبحث تعزيز العمل الدولي لمواجهة تغير المناخ. أكد المبعوث الفرنسي لقمة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي على دور مصر المحوري في القارة الأفريقية. جاء ذلك خلال استقبال مساعد وزير الخارجية مدير إدارة المنظمات والتجمعات الأفريقية السفيرة سهى جندي المبعوث الفرنسي، حيث أبرزت السفيرة سهى جندي الأهمية التي توليها مصر لقمة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي المقبلة المقرر عقدها في بروكسل 17 و18 من فبراير الجاري، وحرصها على أن تأخذ القمة بعين الاعتبار المصالح والخصوصية الأفريقية. كما استعرضت أولويات مصر في هذه القمة التي تأتي على رأسها موضوعات التغير المناخي والطاقة. دعا الأمين العام لجماعة الدول العربية أحمد أبو الغيط دعا جميع الأطراف في ليبيا إلى تغليب المصلحة العليا للبلاد في هذه المرحلة الحرجة. أكد أبو الغيط في بيان له أنه يتابع عن كثب تطورات الأوضاع على الساحة الليبية مؤخرا، ومشيرا إلى أهمية قيام جميع الأطراف بالعمل من أجل التوصل إلى توافق سياسي على المرحلة المقبلة باعتبار ذلك الضمانة الحقيقية للحفاظ على الاستقرار في البلاد. كما أكد الأمين العام على ضرورة دعم المجتمع الدولي لكل ما من شأنه تعزيز وحدة الدولة الليبية والحفاظ على الاستقرار فيها والعمل على عقد الانتخابات التي تجدد شرعية المؤسسات وتعكس الإرادة الحرة للليبيين. أعربت وزارة الخارجية الروسية عن أملها في أن تتمكن الحكومة الليبية الجديدة برئاسة فتحي باشاغا من توحيد الليبيين وإعداد البلاد لإجراء انتخابات وطنية. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الأهم ألا تؤدي الخلافات القائمة بين الليبيين إلى صراع، بل أن يتم حلها من خلال المفاوضات والتسويات.
وصل المستشار الألماني أولاف شولز إلى كييف للتباحث مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حول التهديد باجتياح روسيا لأوكرانيا. من المقرر أن يعقد شولز وزيلينسكي في ختام قمتهما مؤتمرا صحفيا، وبعدها يتوجه المستشار الألماني إلى موسكو للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وصلت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الرهان على دبلوماسية في تهدئة التوترات بين روسيا وأوكرانيا، مشيرة إلى أنه لا يوجد بوادر على أن النزاع الحربي محتوم. وأكدت بيربوك أن عرض إجراء لمحادثات لضمان السلام في أوروبا على نحو مشترك سيظل ساريا في جميع الأوقات، مضيفة أن المستشار الألماني سيؤكد ذلك خلال جولته في أوكرانيا. قالت وزارة دفاع ليتوانيا إن وحدة إضافية من الجيش الألماني ستصل إلى أراضيها ضمن الكتيبة العسكرية التابعة للنيتو الموجودة هناك. أوضحت الوزارة في بيان لها أن تلك الخطوة تأتي استجابة للوضع على الحدود مع أوكرانيا والوضع الأمني المتدهور في منطقة البلطيق. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من برلين مراسلنا عربي مرزوق. عربي، أهلا بك إلى هذه النشرة. يعني في ظل هذه الجولة التي يقوم بها أولاف شولتز، يطالب روسيا بإشارات فورية لخفض التوتر، ما الإشارات التي يتحدث عنها أو التي ينتظرها المستشار الألماني؟ أجي زيارة المستشار الألماني أولاف شولتز اليوم إلى كييف العاصمة الأوكرانية كييف، وغدا إلى العاصمة الأوكرانية العاصمة الروسية موسكو، هي محاولة لإبقاء أوكرانيا وروسيا تحديدا على طاولة المفاوضات لمحاولة لنزع فتيل الأزمة واندلاع أي صراع بين روسيا وأوكرانيا تحديدا، لأن حسب أولاف شولتز التصريحات السابقة كانت بالأمس أن الصراع لن يتوقف فقط عند أوكرانيا إذا اجتاحت روسيا أوكرانيا، ولكن سيبتد أيضا إلى الاتحاد الأوروبي بشكل كامل وأوروبا بشكل كامل. ولكن المستشار الألماني أولاف شولتز يقصد أن هناك عقوبات قاسية لم يتم الإفصاح عنها بعد، ولكن تم الاتفاق على سبيل المثال مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع عدد كبير جدا من دول الاتحاد الأوروبي والسبع الكبار أن كل هذه العقوبات سوف يتم تنفيذها بشكل مباشر إذا حدث اجتياح لأوكرانيا من الجانب الروسي. ولكن وجهة النظر الحكومة الألمانية بشكل عام أيضا كما جاء على لسان وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ودوائر حكومية ألمانية أن اجتياح روسي لأوكرانيا هو غير محتمل على الرغم من كل الحشد الموجود على الحدود الأوكرانية. يعني كانت تصريحات جديدة لوزيرة الخارجية الألمانية، ولكن حتى أولاف شولتز المستشار الألماني يؤمن بهذا الأمر على الرغم من اللغة التي تكلم بها بشكل مباشر مع روسيا. سوف يزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس لمحاولة تقريب وجهات النظر في هذه الأزمة وتوضيح الأمر بشكل كامل لإبقاء الأمر على هذا الوضع. ولكن أولاف شولتز والدوائر الحكومية الألمانية أكدت أن لا يوجد تعويل على هذه الزيارة سواء لأوكرانيا أو لروسيا لإنهاء الأزمة بشكل عام. هي محاولة من المستشار الألماني أولاف شولتز مثل المحاولة التي قام بها الرئيس الفرنسي وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية عندما قامت بزيارة أوكرانيا لنزع فتيل هذه الأزمة وجر روسيا إلى طاولة المفاوضات. طيب عربي، الوزيرة أنالينا بيربوك تحدثت عن عرض لإجراء المحادثات لضمان السلام في أوروبا، وقالت بالنص أنه سيظل ساريا في جميع الأوقات، على ما تؤشر هذه التصريحات في هذا التوقيت؟ الحقيقة السبب الرئيسي في تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك هو تواجد المستشار الألماني الآن في أوكرانيا وغدا في روسيا. وزيرة الخارجية الألمانية أطلقت هذه التصريحات حتى تصل إلى الجانب الروسي في محاولة لاستمالة الجانب الروسي في محادثاته التي ستجرى غدا مع المستشار الألماني أن هناك حلول، يجب أن نجلس الآن على طاولة المفاوضات لتحقيق سلام شامل في الاتحاد الأوروبي بشكل كامل. وحتى نفس التصريحات جاءت على لسان الرئيس الألماني شتاينماير بالأمس، تحقيق السلام الشامل في أوروبا بشكل عام ودون اندلاع أي أزمات داخل الاتحاد الأوروبي وأوروبا بشكل عام التي تعيش في سلام منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، يجب الإبقاء على هذا الوضع. التصريحات أنالينا بيربوك جاءت تحديدا لهذا السبب أن المستشار الألماني أولاف شولتز سيلتقي غدا مع الرئيس الروسي بوتين.
طيب ما الذي يثار في الأوساط الألمانية عربي حول نورد ستريم 2 بما أنك ذكرت مسألة التلويح بالعقوبات وما إلى ذلك؟ الحقيقة الجميع هنا أجمع داخل دوائر الحكومية الألمانية أو حتى السياسة الألمان وأولاف شولز تحديدا المستشار الألماني، إذا تم اجتياح روسي لأوكرانيا سوف يتوقف مشروع نورد ستريم 2 الحقيقة كمان الحكومة الألمانية، لكن لا توجد هناك تصريحات مؤكدة عن بدائل الغاز، لأن ألمانيا تعتمد على أكثر من 40% على الغاز الروسي تحديدا لطاقة في ألمانيا، ولكن لا توجد يعني تصريحات مؤكدة ما هي البدائل المتاحة، لأن هناك مباحثات بين ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي وأرسولا فون دير لاين رئيس المفوضية الأوروبية وأيضا الحكومة الأمريكية لإيجاد بدائل للاتحاد الأوروبي وقت حدوث اجتياح روسي لأوكرانيا سوف يتوقف المشروع، ولكن يجب أن تكون هناك بدائل لأن في أزمة غاز وأزمة طاقة حقيقية داخل الاتحاد الأوروبي بشكل كامل، ليس فقط الاتحاد الأوروبي، داخل أوروبا بشكل كامل والعالم، أزمة الطاقة يعني واضحة للجميع وألمانيا سوف تحتاج لذلك. لكن التأكيدات قالت أنه سوف يتوقف المشروع بشكل مباشر، ولكن الأزمة الحقيقية لدى ألمانيا ليس فقط بدل الطاقة ولكن هو النزاع، أولاف شولز يريد أن يتوقف النزاع لأنه سوف يمتد أيضا ليس فقط إلى أوكرانيا ولكن ربما سيمتد إلى بولندا أيضا والاتحاد الأوروبي. صحيح. إذا دخلت روسيا إلى أوكرانيا سوف تكون روسيا على الحدود البولندية، حدود الاتحاد الأوروبي، حدود الناتو بمعنى صح. شكرا جزيلا لك الزميل عربي مرزوق مراسل إكسترا نيوز من برلين على كل هذه المعلومات. جدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رفض موسكو لتمدد حلف شمال الأطلسي إلى الشرق. وصف بوتين خلال استماعه لتقرير من وزير الخارجية سيرجي لافروف تمدد الناتو بأنه عملية لا نهاية لها وخطيرة جدا. دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتراجع عن شفير الهاوية في الأزمة الأوكرانية، وقال جونسون إن الوضع في أوكرانيا بات خطيرا جدا، مشددا على الحاجة للاستعداد لفرض عواقب اقتصادية شديدة على روسيا إذا غزت أوكرانيا. وأوضح جونسون أيضا أنه من الصعب مقايدة سيادة أوكرانيا بتطلعاتها في الانضمام لحلف الناتو، ويأتي هذا في الوقت الذي يستعد رئيس الوزراء البريطاني للقيام فيه بجولة أوروبية هذا الأسبوع لنزع فتيل الأزمة الأوكرانية. حذر وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى روسيا من عواقب اقتصادية هائلة حال غزوها لأوكرانيا. أكد الوزراء في بيان مشترك أن الحشود العسكرية الروسية مدعاة للقلق الشديد، ومؤكدين أن أي عدوان روسي على أوكرانيا سيقابل برد سريع ومنسق وقوي. قال وزير الدولة للقوات المسلحة البريطانية إن الغزو الروسي لأوكرانيا قد يحدث بغتة دون إنذار مسبق، وأكد في تصريحات تلفزيونية أن حكومة بلاده نصحت البريطانيين بمغادرة كييف لأن موسكو أصبحت في وضع الآن يمكنها من شن هجوم في أسرع وقت، مشيرا إلى أنه يتعامل مع التقارير بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا بحلول الأربعاء المقبل بجدية كبيرة. قال مسؤول عسكري روسي أن موسكو مستعدة لفتح النار على السفن والغواصات الأجنبية التي تدخل مياهها الإقليمية بشكل غير قانوني. أضاف المسؤول الروسي أن أي قرار من هذا القبيل لن يتخذ إلا على أعلى مستوى. كشفت وزارة الدفاع الروسية عن لقطات تظهر مقاتلين من روسيا وبيلاروس يقومون بدوريات على الحدود الجوية البيلاروسية كجزء من تدريبات عسكرية مشتركة. كما بثت القناة الرسمية التابعة لوزارة الدفاع في بيلاروسيا لقطات لدبابات بساحة تدريب هناك. كانت روسيا قد أرسلت قوات للمشاركة في تدريبات تسمى عزيمة الحلفاء في بيلاروس المجاورة في محاولة منها لنفي اعتزامها شن هجوم على أوكرانيا.
أجاز أعضاء البرلمان الروسي مشروع قرار يعترف باستقلال منطقتي دونيتسك ولوهانسك في شرق أوكرانيا، وحال أعضاء البرلمان الروسي القرار إلى الرئيس فلاديمير بوتين للمصادقة عليه. أكدت الرئاسة الروسية أن تعليقات السفير الأوكراني في لندن لا تعتبر تغييرا رسميا في موقف أوكرانيا بشأن رغبتها في الانضمام لحلف الناتو. وأضاف الكرملين أن تلك التعليقات ستساعد بشكل كبير في معالجة المخاوف الأمنية لروسيا. وكان السفير الأوكراني لدى بريطانيا قد قال في وقت سابق إن بلاده قد تتخلى عن سعيها للانضمام لحلف الناتو لتجنب الحرب مع روسيا، لكنه أوضح لاحقا أن كييف مستعدة لتقديم تنازلات كبيرة لتفادي الحرب. تستعد الولايات المتحدة لسحب كافة موظفيها الحكوميين من العاصمة الأوكرانية كييف في غضون اليومين القادمين، وذلك في ظل تصاعد المخاوف من إمكانية قيام روسيا بغزو أوكرانيا يوم الأربعاء المقبل. أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية نصائح خاصة بالسفر، أعلنت فيها أن معظم الأمريكيين الذين تم تعيينهم مباشرة من قبل الإدارة الأمريكية سيتم إجلاؤهم عن السفارة الأمريكية في كييف، غير أنه سيتم الإبقاء على بعض الأفراد. أشارت مصادر إلى أن هناك معلومات استخباراتية حصلت عليها الإدارة الأمريكية تفيد بأن روسيا تدرس إمكانية تنفيذ غزوها لأوكرانيا يوم الأربعاء المقبل. طبول الحرب تدق على الحدود الأوكرانية الروسية في ظل ترقب عالمي للضربة الروسية المحتملة. المزيد في العرض التالي مع الزميلة لما جبريل. أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام. يترقب العالم ما سيسفر عنه التوتر المتصاعد على الحدود الروسية الأوكرانية، والتي يبدو أنها تحولت إلى ساحة لتصفية حسابات معقدة ومتداخلة بين لاعبين دوليين كبار. وفي ذروة التحذيرات من غزو روسي وشيك لأوكرانيا، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن لنظيره الأوكراني فولاديمير زيلينسكي أن واشنطن وحلفائها سيردون بسرعة وحسم على أي عدوان روسي ضد أوكرانيا. في المقابل انتقدت روسيا قرار بعض الدول سحب موظفيها العاملين بجنوب شرق أوكرانيا ضمن بعثة المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا. واعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن هدف هستيريا الغرب بشأن غزو روسيا والمزعوم لأوكرانيا استفزاز. في غضون ذلك قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون جون كيربي إن الولايات المتحدة تعتقد أن عملا عسكريا كبيرا يمكن أن يحدث في أي يوم اعتبارا من الآن. من جانبها أعلنت السفارة الأمريكية في العاصمة الأوكرانية كييف وصول طائرتي مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا، وذلك لمساعدتها في تعزيز دفاعاتها. يأتي ذلك في وقت تواصل فيه قوات من روسيا وبيلاروسيا مناوراتها العسكرية المشتركة والتي تحمل الاسم الرمزي قرار الاتحاد 2022 في مناطق تدريب الأسلحة المشتركة في بيلاروسيا. هذا وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن التدريبات التي تستغرق 10 أيام تهدف إلى مكافحة الإرهاب وحماية مصالح الاتحاد. وبينما تتواصل الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة، يلوح الغرب باستخدام سلاح العقوبات، حيث حذر المستشار الألماني أولاف شولتز من أن الغرب سيفرض عقوبات فورا على روسيا إذا اجتاحت أوكرانيا. مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضا لأبرز تطورات الأزمة بين روسيا والغرب بسبب أوكرانيا. شكرا على حسن المتابعة.
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء شائعة وقف إرسال الرسائل لمتلقي الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا وإلزامهم بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للحصول على الجرعة. قام المركز بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان والتي أكدت على استمرار اتباع الوزارة لنظام إرسال رسالة لمن مر على تطعيمهم بالجرعة الثانية 6 أشهر دون الحاجة لقيام متلقي اللقاح بالتسجيل على الموقع الإلكتروني مرة أخرى، وموضحة أنه تم إرسال 1.5 مليون رسالة للمواطنين للحصول على الجرعة التنشيطية. كما تم إتاحة إمكانية تغيير مكان تلقي اللقاح للمواطنين المستحقين للجرعة التنشيطية، وذلك من خلال اتصالهم بالخط الساخن 105 وطلب التغيير. أعادت السلطات الكندية فتح أكثر المعابر البرية اكتظاظاً بالحركة في أمريكا الشمالية بين كندا والولايات المتحدة، كذلك بعدما أبعدت الشرطة المحتجين الذين أغلقوا جسر إمباسادور لمدة 6 أيام اعتراضاً على الإجراءات التي تفرضها الحكومة لمكافحة جائحة كورونا، وهو ما ألحق أضراراً بصناعة السيارات على جانبي الحدود. اصطفت مئات الآليات بينها الكثيرة القادمة من فرنسا والمعروفة بقوافل الحرية للتوجه اليوم إلى بروكسل رغم الحظر، وذلك الاحتجاج على شهادة التلقيح ضد كورونا بعد محاولة أولى في باريس. ولم يمنع الحظر المفروض في فرنسا من الصفاف نحو 1300 قرب مدينة ليلا الفرنسية على مقربة من الحدود مع بلجيكا. عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا لاستعراض مشروعات وزارة التعاون الدولي خلال عام 2022. أشاد رئيس الوزراء بجهود الوزارة على مدار الفترة الماضية وما تبذله من جهد لحشد دعم شركاء التنمية الدوليين للمشروعات القومية والتي تتبناها الدولة المصرية. تطرق الاجتماع لجهود وزارة التعاون الدولي لدعم مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، هذا بالإضافة إلى جهود التحضير لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ في نوفمبر المقبل. تراجع مؤشر بورصة موسكو خلال تعاملات اليوم في ظل التوترات المرتبطة بالأزمة الأوكرانية، وهبط مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار دون مستوى 1400 نقطة للمرة الأولى منذ 28 من يناير الماضي. وهبط مؤشر RTS مؤشر البورصة RTS بنسبة 4.9% يصل إلى 1397 نقطة، وبذلك للمرة الأولى في نحو أسبوعين، بينما بلغ المؤشر مايساكس للأسهم المقومة بالروبل مستوى 3439 نقطة بتراجع نسبته تجاوزت 3% عن سعر الإغلاق السابق. يشهد الروبل الروسي تقلبات حادة خلال التعاملات إذ تحول للارتفاع بعدما تراجع لأدنى مستوى في أسبوعين أمام الدولار في وقت سابق من التداولات، وذلك تزامنا مع التوترات الجيوسياسية مع أوكرانيا.
تضغط التوترات بسبب أوكرانيا على عملة الروبل الروسية، بالرغم من قرار البنك المركزي في الأسبوع الماضي بزيادة معدل الفائدة بنحو 100 نقطة أساس. قفزت أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء الأوروبية بأكثر من 10% اليوم. ذلك حدث بعدما حذرت الولايات المتحدة من أن روسيا قد تغزو أوكرانيا قريباً أو تحاول إثارة صراع على حدودها. وتعاني أوروبا من أزمة طاقة بفعل تراجع إمدادات الغاز الروسية، إلى جانب التحديات التي تضغط على إنتاج الطاقة النووية في فرنسا. وعلى صعيد التداولات، ارتفعت عقود الغاز الطبيعي المتداولة في هولندا TTF بأكثر من 6%. تكبدت مؤشرات الأسهم الأوروبية خسائر كبيرة في تعاملات اليوم على خلفية الأزمة في أوكرانيا ومتابعة نتائج أعمال الشركات. انخفض مؤشر ستوكس يوروب 600 بنحو 1.6%، كما هبط كاك الفرنسي بنسبة 1.5%، وتراجع فوتسي البريطاني بقيمة 1.5%، فيما انخفض داكس الألماني بنحو 1.7%. مع أسعار النفط، فقد واصلت ارتفاعها خلال تعاملات اليوم بعدما سجلت 8 مكاسب أسبوعية متتالية بدعم التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا وزيادة الطلب. صعدت العقود الأجلة لخام برنت بنحو 1.4% لتصل إلى $95.77 للبرميل. كما زادت عقود خام نايمكس الأمريكي بأكثر من 1.5% مسجلة مستوى $94.53 للبرميل. أما عن أخبار الطقس، فتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الثلاثاء طقس معتدل في النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، شديد البرودة في الليل على كافة الأنحاء، فيما يبان بدرجة الحرارة المتوقعة. وصلنا لختام هذه النشرة، وهذه تذكرة بأبرز العناوين. الرئيس السيسي يؤكد محورية العلاقات مع شركتي أباتشي الأمريكية وبريتش بتروليوم البريطانية في مجالات البحث والاستكشاف عن الغاز والبترول. الرئيس السيسي يؤكد أن مصر أنفقت $400 مليار لتطوير البنية التحتية، ويدعو إلى تحرك دولي لدعم الاستثمار في أفريقيا. جونسون يحذر بوتين من المضي نحو الهوية، وموسكو تنذر باستهداف أي سفن أجنبية تدخل المياه الإقليمية. للمزيد من الأخبار يمكنكم دوما متابعة موقعنا على الإنترنت extranews.tv، كما يمكنكم متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، إنستغرام ويوتيوب. قدمنا لكم هذه النشرة الزميلة دعاء جاد الحق، وأنا إنجي طاهر. دمتم في أمان الله.